خلال انعقاد المجلس العلمي الأول بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان دور الإعلام في مواجهة تزييف الوعي، أكدت وزارة الأوقاف أن صنع سياق فكري وسطي رشيد يعد من أهم المحاور للوزارة في المرحلة المقبلة. بهدف العمل على تكثيف الحراك الفكري والثقافي المؤدي إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، يأتي انعقاد المجلس العلمي الأول ضمن أنشطة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مستوى نخبة من العلماء المستنيرين داخل مصر تحت عنوان دور الإعلام في مواجهة تزييف الوعي. لأول مرة ألمس على أرض الواقع هذه الدعوة اللي دايما متجددة من سيادة الرئيس فيما يتعلق بالخطاب الديني وتطويره. أول مرة أشوفه مشروع متكامل بينفذ فعلا على أرض الواقع وبيحقق من خلال ما طرحه معالي الوزير من مشروع متكامل. فعلا كنا دائما بنطمح كيف يكون هناك يعني تنمية للوعي بربط ما يتعلق بالدعوة وأيضا تقربها إلى المجتمع. ولأن الإعلام شريك أصيل في التوعية بالأفكار الخاطئة ومحاربة الشائعات، يأتي التنسيق لإعداد دورة متخصصة لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات. الواعظة ممكن تتكلم تقول يعني إيه يا جماعة، ما بلاش نبس الأفكار الهدامة، الشائعات، الأكاذيب، ولازم نتأكد من الشائعة قبل ما نتكلم فيها. فإحنا كان من المهم جدا الموضوع الإعلامي ده إن إحنا نفهم الناس يعني إيه شائعة وخطر الشائعة دي على المجتمع. نتحدث عن كيفية أن يقوم الإعلام بدوره في بناء وعي حقيقي للمواطن عن التحديات اللي بتواجهها الدولة وعن حجم ما يتم من إنجازات داخل الدولة ليكون هو أول المدافعين عنها. مجلس علمي جديد بالأوقاف يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة المرحلة القادمة تنفيذا لخطة متكاملة في تجديد الخطاب الديني بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وليد هيكل، للتلفزيون المصري.